أهلا بكم المشاهدين والمشاهدات الأعزاء. يصادف يوم الخميس القريب الموافق 14 من نوفمبر تشرين الثاني اليوم العالمي للسكري، ويتم اعتماد هذا اليوم تحديدا على اعتبار أنه يوم السكري لرفع الوعي تجاه هذا المرض الذي يعاني منه الملايين من الناس حول العالم، وذلك من قبل الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية. للحديث عن مرض السكري، عن أسباب انتشاره في المجتمع العربي بشكل أعلى من الشرائح الأخرى من المواطنين في البلاد، وعن سبل التعايش مع هذا المرض، نريد الحديث مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد الهادي زعبي، وهو أخصائي طب العائلة وأيضا استشاري سكري وسمنة ومركز السكري في لواء الشمال وممثل المجتمع العربي في الجمعية الإسرائيلية للسكري، كما أنه مدير وحدة السكري من النوع الأول في العفولة. مساء الخير دكتور. مساء الخير. يعني كله بلف في الآخر على السكري، أكثر من تعريف، ولكن كله بلف على السكري. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. طبعا لأنه من أهمية الموضوع، يعني وحقيقة في السنوات الأخيرة تعمقت كثير في موضوع السكري. زي ما أنت تفضلت أنه انتشار السكري في الوسط العربي بشكل فاحش وازدياد بالنسبة لنسبة السكري في السنوات الأخيرة، والشيء المقلق هو زيادة نسبة السكري والسمنة في الأطفال، ليس فقط في البالغين وإنما في الأطفال. لما بتحكي أطفال دكتور عن أي أعمار؟ نحن بنحكي عن الجيل المدرسة الابتدائية، بحكي عن الأطفال اللي هن بأجيال المدرسة الابتدائية، واحيانا بيبدا قبل حتى المدرسه الابتدائيه، من مرحله الطفوله. اذا بيبدا الولد في مرحله الطفوله المبكره وهو في عنده سمنه، فاحتمال كبير انه يكمل ككبير في عنده سمنه. فاليوم احنا عمليا بنحكي عن تعريف جديد للسمنه والسكري، اي بكلمه واحده وهو السمنري، اي نجمع الكلمتين مع بعض. ليش هذا؟ لانه في ارتباط مباشر بين السكري والسمنه، والاعتقاد ان السمنه تسبب السكري والسكري يسبب السمنه. جد؟ اكيد، هذا شيء اكيد. يعني اذا احنا بنحكي اليوم عن نسبه المرضى، بديش اقول مرضى، اما الاشخاص اللي يعانوا من زياده الوزن او السمنه، العدد ما يقارب 2 مليار بني آدم في العالم. بالعالم عندهم زيادة سمنة وزيادة بالوزن، عندهم زيادة الوزن وسمنة. السمنة تقريبا 650 ألف من الناس، من المجتمع اليوم الموجود في العالم. والسكري ما يقارب 530-40 مليون حاليا اللي هم معرفون كمرضى سكري، غير أنه في ما يقارب 200 مليون اللي هم مش معرفون كمرضى سكري. هذا الآن. وإذا بنطلع للمستقبل، عدد مرضى السكري بسنة 2040 رح يكون 835 مليون مريض سكري. تحدث عن أرقام لا يستوعبها العقل. يعني أكيد أرقام خيالية، وهذا بازدياد مستمر. يعني بسنة 2000 كان في العالم ما يقارب 150-151 مليون مريض سكري. نحن اليوم نتحدث عن نص مليار تقريبا مرضى السكري. والأخطر من هيك هي المضاعفات اللي بتصير نتيجة مرض السكري. بدي نحكي عن المضاعفات، ولكن قبل ذلك أنت تتحدث عن أرقام على مستوى العالم. هل هذه الأرقام بتميز كل المجتمعات الارتفاع فيها، ولا في مجتمعات أكثر من طبعاً غيرها؟ طبعا في تفاوت. إذا بعطيك على سبيل المثال الدول الإسكندنافية بحدود 6-7%، إسرائيل 9.7%، 9.7 اليوم احنا موجودين 9.7، واسرائيل مدرجه بالمكان السابع بالعالم من محل بالترتيب بنسبه السكري. محل هذا ترتيب مش مشرف لما بنحكي عن اكيد، بس لكن هي ارقام. فاذا فصلنا الشرائح المختلفه داخل المجتمع الاسرائيلي، عندنا بالوسط العربي 10.7 الرجال مقابل 8 تقريبا الرجال اليهود، و14% مقابل 8% تقريبا عند النساء اليهوديات. هل من تفسير ليش النساء العربيات نسبة الإصابة لديهم بالسكري أعلى من غيرها؟ أهم سبب هو نمط الحياة اللي احنا عايشينه، نمط الحياة، الأكل الغير صحي، عدم ممارسة الرياضة، الحياة الجلوسية. احنا كنا نحكي بالأول عن عدم الرياضة، إذا صرنا نحكي عن الحياة الجلوسية. شو الحياة الجلوسية؟ جلوسية كم ساعة أنت بالنهار بتقعد على الكرسي بدون ما تعمل أي حركة. فاليوم النصائح هذا بيشمل الموظفين والعمال اللي أكيد. فاليوم النصائح إنه كل ساعة لازم تقوم عن الكرسي وتمشي لك كم خطوة وترد ترجع.
عدة مرات خلال النهار. كل ساعة يعني المفروض أنه كل ساعة نقوم على الكرسي ونعمل أي حركة رياضية. هاي من ناحية. الناحية الثانية هي العامل الوراثي. عامل الوراثي عندنا بالوسط العربي وخاصة بالسكر من النوع الثاني. معروف أنه إحنا في بتتزاوج الفئات المختلفة. شو النوع الأول ونوع الثاني دكتور يعني؟ نعم. ونوع أخطر؟ هو مش قضية خطورة، قضية أنه كيف يحدث النوع الأول وكيف يحدث النوع الثاني وكيفية علاج المرضين، كل واحد بشكل يختلف. النوع الأول اللي كنا نحكي عنه هو سكر الأطفال، ما كان معروف الأول سكر الأطفال، ولكن التسمية اليوم تغيرت لأن صرنا نشوف الحالات اللي هي تعرف كنوع أول اللي بتصير في جيل متأخر، والعكس هو الصحيح، اللي كنا نشوف الجيل النوع الثاني بيظهر في جيل متأخر صرنا نشوفه كمان عند الأطفال، فتغيرت التسمية. لكن الشيء المهم هو إنه تشخيص مرض السكري لأي فئة من هذول الفئتين اللي بنحكي عنهن إسا إحنا تابع، لأنه العلاج يختلف. الإنسان اللي عنده السكري من النوع الأول فهو من البداية بيحتاج لإنسولين بأغلب الحالات. بقول إنه في حالات اللي ممكن إحنا نستنى شوي، ولكن ظهر نوع ثالث اللي هو بسموه الواحد ونص، اللي هو ما بين اثنين وبين الواحد. ايش بيميزه هذا المرض هاي الفئه؟ انه بيظهر بجيل متاخر، ولكن يعني مش زي جيل مرض سكري الاطفال اللي بيظهر بجيل مبكر. ولكن بيظهر بجيل اكبر، بجيل 20 و30 وحتى في جيل 40 وفي جيل 50. واللي بيميزه انه عنده صفات من ناحية الجهاز المناعي، إنه هو اللي بهاجم خلايا البنكرياس. بيكون عند الإنسان هذا خلايا البنكرياس تهاجم عن طريق الجهاز المناعة. نعم. ولكن الجيل بيكون متأخر، فلذلك هذا الإنسان عنده صفات وراثية، أو السبب هو الجهاز المناعي اللي بهاجم السكري، ولكن من ناحية ثانية بيصل بجيل متأخر. وممكن مرة أحيانا أنه نأجل بداية البداية استعمال الإنسولين، الاحتقان من الإنسولين، على مش غير أنه لما بيكون الولد صغير بجيل مبكر حتما أنه نبلش بإنسولين. لازم نبلش بإنسولين. السؤال لما بتحكي عن كل هذه الأمور، عن هذا المرض وعن تفشي، ذكرت قضية الجلوس، ذكرت أنه الحركة أقل، ولكن في المقابل بنشوف انه في مجتمعنا وفي المجتمعات الغربيه في وعي اكثر لاهميه ممارسه الرياضه. وين راحت الامور يعني؟ نقطه مهمه جدا هاي، انه معالجه الامراض بنسميها امراض الايض، يعني تبادل المواد الغذائيه زي السمنه، السكري، ضغط الدم، كلها امور تتعلق بنمط الحياه. الاساس هو نمط الحياه. فإحنا للأسف الشديد نمط حياتنا نمط اللي فيش فيه حركة، نعملش حركة كثيرة. والشغلة الثانية في توعية بس مش كافية، لا يكفي. يعني أنا اليوم كنت في مدرسة سولم، عملت محاضرة لمعلمين المدرسة بالمدرسة سولم على أساس أنه بدنا نحضرهم ليوم الخميس يكون عندنا يوم عن السكري. فحضرت لصقات مكتوب عليها أنا في يوم الأربعاء لا أستعمل السكري أبداً، يعني الأطفال محصور الطفل هيك عامل إيده هيك بقدموا له كوباية عصير وبقول لا أنا بيوم الأربعاء بديش أستعمل سكر. هاي من نوع من نوعية التوعية بالمدارس. إشي تاني مثلاً، خد بالمدارس اليوم درس الرياضة، بطل فيه هناك درس رياضة. قرأت بحث قبل حوالي أسبوع اللي بنعمل بجري ببريطانيا وأمريكا كل أربع سنوات، هو تقييم الأولاد بالمدارس من ناحية الفعاليات الرياضية، من ناحية نوعية الأكل اللي بيأكلوه، من ناحية السمنة وزيادة الوزن. فكل أربع سنوات بعطوا تقييم على مستوى قارات، على مستوى دول، وحتى على مستوى مقاطعات معينة داخل الدول، من كثر الأهمية اللي بعطوها لهذا الموضوع. دكتور عبد الهادي زعبي، الإصابة بمرض السكري نسبة عالية في مجتمعنا. نعم. بالذات، ولكن أنت بتحذر منها وكذا في كل محفل، مقابلات. صحيح. مع طلاب بتحكي، ولكن أنت بنفس الوقت برضه بتقول إنه مش نهاية الدنيا الإصابة بالسكري، ممكن التعايش مع هذا المرض. أكيد. احنا اليوم يعني اذا نرجع لكم سنه لورا، سنه 1984 انت خرجت من الجامعه من كليه الطب، كان هناك ثلاث ادويه لمرض السكر. ثلاث في 84. اليوم في عندنا 65 نوع مختلف من الادويه.
فالاختيارات موجودة، وأنا أقولها بكل ثقة إنه سلة الطب الأدوية الموجودة في إسرائيل من أحدث وأحسن الخدمات الطبية الموجودة في العالم، أقولها بكل ثقة يعني، وبتنعطى لكل الناس بشكل متساوي يعني، فيش غني وفيش فقير، فالإمكانيات هي موجودة. عاملين مهمات، العامل الأول هو التشخيص المبكر للمرض، وإحنا لما بنحكي عن تشخيص مبكر في هناك فترة زمنية بنسميها فترة ما قبل السكري. شو هاي بميزة؟ وهاي نافذة كبيرة بين 4 إلى 7 من بين 4 إلى 7 إلى 10 سنوات قبل ظهور السكري بشكل علني. هاي الفترة تميز إنه بنجري فحوصات طبية، والفحوصات الطبية بتكون بأرقام اللي هي لا توافي شروط إنه يكون أنت مريض سكري. إيش هي شروط مريض السكري؟ إنه يكون عندك السكر الصبحيات على الريق بعد صيام 8 ساعات من 626 وما فوق. 626 وما فوق. ولكن ما بين 100 إلى 125 تسمى حالة ما قبل السكري. هاي مؤشر يعني. مؤشر إن أنت موجود عندك الإشي بتدير بالك، وهي المرحلة بتتأثر كتير من عامل الوراثة، واحدة الحياة، نمط الحياة، نوعية الأكل وأسلوب طبيعتك كيف أنت عايش، شو نوعية أكلك، بتدخن بتدخنش، عندك أشياء تانية. فالاحتمال أنه يصير عندك سكري بعد هاي الفترة، بعد 7 سنوات أو ما قبل 7 سنوات هو عالي جدا إذا أنت بتأخذش بالأسباب. أنه حياة مش جلوسية، نعمل رياضة، التغذية السليمة، وفي احيانا صرنا نعطي حتى ادويه في هاي المرحله المبكره. في هاي المرحله المبكره لحد قبل سنتين ما كنا نعطي ادويه، ولكن من سنتين وجاي صرنا نعطي ادويه. هاي فهمت الاكل وبدي اسالك عن الاكل بعد شوي، وحكيت عن قضيه الجلوس وممارسه الرياضه. طب وما دخل التدخين في السكري؟ شو علاقه دكتور؟ التدخين فيش اي مرض بيدخلش فيه التدخين، واهم شيء هو تصلب الشرايين. والتدخين فيه ما يقارب العشرات من المواد السامه اللي بتاثر اكثر شيء على تصلب الشرايين، وهي محفز انه يصير في عندك فعاليات عمليات التهابيه اللي هي أساس الضرر اللي بصير بالبنكرياس أو بالأوعية الدموية بشكل عام. يعني فهمني إياها كشخص مش طبيب، شخص عنده سكري مدخن معرض لخطر أكبر بكثير من شخص عنده سكري مش مدخن. بدون شك فيش عليه جدال يعني. هذا فيش تصلب الشرايين أو ظهور السكري بيرفع نسبة حدوث الجلطات القلبية ب2 إلى 4 أضعاف عند الإنسان اللي بدخن وعنده خلفية سكري. واحيانا هاي الاعراض بتظهر في المرحله اللي هي مرحله ما قبل السكري كمان. طبعا بتظهر قبل ما انه الانسان يصير عنده سكري، فعلينا انه ناخذ بالاسباب. تفضل. من تجربتك كل هاي السنين، شخص بال84 تخرج بكثره انواع ادويه، اليوم هو اخصائي ومدير وحده سكري من النوع الاول واستشاري وكذا، شو أكثر الأخطاء اللي بيقع فيها مرضى السكري اللي بتساعدهم مش على التوازن أو بتزيد من حالتهم سوء؟ وأنا الآن أتحدث عن مرضاك العرب دكتور. أنا بحكي بشكل عام، وبالذات عن العرب لازم يعني نتطرق للنقطة، لأنه النقطة مهمة جدا. يعني بالغالب لما الإنسان بيظهر عنده أعراض السكري، في هناك أعراض مبكرة إنه يصير عند الإنسان عنده شك إنه عنده مرض السكري، مثلا التبول الزايد، العطش الزايد، الأكل الزايد، الهبوط بالوزن، إذا بيكون في عنده جروح بتلتئم بشكل بطيء، بتلتئم مش بسرعة، أو زيادة نسبة في المسالك البولية، في هناك بصير جراثيم وأشياء من الشكل. فكل هاي هي أعراض مبكرة إنه يخلي الإنسان عنده شك إنه يصير عنده مرض سكري. فهذا محفز إنك تيجي أنت على العيادة وتعمل الفحص، فإذا كان الفحص عندك إيجابي من هنا يعني بتفوت على عالم اللي هو عالم غريب لإلك أنت وبدك تتعامل معه. فإحنا اليوم يعني بنقول الطواقم الطبية الموجودة فهي بتنور وبتعطي إرشادات لمريض السكري، واللقاء الأول بعد تشخيص مرض السكري مهم جدا حتى المريض نفسه يعرف حاله وين موجود. وطبعا نعطيه المسؤولية إنه هو يأخذ على عاتقه مسؤولية العلاج. إحنا بنتابعك، إحنا بنساعدك، إحنا بدك، ولكن أنت صاحب القضية، لازم تكون شريك لنا في القرار.
في الزمانات كان الدكتور يكتب الروشيتا وكل المريض بتاخذ حبه الدواء الصبح حبه الدواء المغرب. اليوم لا، احنا في شراكه بيني انا بيني وبين المريض اللي بيجي عندي كطبيب استشاري، بدور على انه يكون في شراكه، لانه هذا اساس نجاح ونجاعه العلاج. لما انت بتفهم انت وين موجود فانت بتكون شريك لإلي. انا وظيفتي انه انا اراقبك وساندك واعطيك الارشادات حتى انت تطلع تعيش مع السكري بشكل. لما كنت انك انت اذا ظهر عليك هذه الاعراض اللي عددتها مثل العطش الزائد وكذا، على فكره في ناس عندها بتزيد شهيتها اذا كانت مصابه بالسكري ولا هذا النوع الاول خاصه بتزيد الشهيه؟ بتزيد الشهيه لانه بينزلوا بالوزن بيفقدوا سعرات حراريه فبتزيد. السؤال قلت انه عليك تتوجه لاجراء الفحص، هل اجراء الفحص هو اجراء فحص دم عادي ولا في شيء خاص؟ بالبدايه فحص دم عادي، ولكن احيانا نحتاج لفحوصات خاصه مشان نميز اي نوع سكري عندك، اذا خاصه في جيل او في مرحله اللي بصير عندي شك أنا أنه ممكن يكون عنده، حتى لو هو بجيل 40 ولكن بثير الشك أنه ممكن يكون عنده سكر من النوع الأول، فأنا مضطر أنه أعمل فحوصات استكمالية عشان أعرف أميز أنه عنده النوع الأول أو النوع الثاني. وفي اليوم إحنا بالسكر من النوع الأول خاصة بالأطفال اللي بيكون في عنده بالعائلة أخ أو أخت اللي هو عنده سكر من النوع الأول، في اليوم بمستشفى شنايدر بيعملوا فحوصات مسبقه حتى نعرف انه هذا المريض عنده المضادات الحيويه لخلايا البنكرياس، المضادات للخلايا البنكرياس، واليوم في امكانيه علاج حتى للنوع الاول في المرحله المبكره، لانه السكر النوع هذا الاول. بتحكي عن الاطفال دكتور؟ بتحكي عن الاطفال عن النوع الاول. لا، لانه في عندنا الاربع مراحل قبل ما نصل للسكر الظاهر حتى في السكري من النوع الاول. فاليوم في هناك علاجات جديدة اللي بنقدر نستعملها في المراحل الأولى، في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، اللي بتمنع حدوث السكري أو على القليل تؤجل ظهور السكري. وإن شاء الله إحنا يعني رجعت أنا قبل شهر من مؤتمر في إسبانيا يجرى كل سنة، وتحدثوا كثير عن هذا الموضوع، إنه النوع الأول اليوم بحظى باهتمام كبير من ناحية الأبحاث ومن ناحية الصرف على الأدوية الجديدة اللي راح تدخل. والبشرة الكبيرة إن شاء الله راح تكون بعد حوالي 4-5 سنوات إنه يكون في هناك شفاء من السكري من النوع الأول. عندما أكون شيء يعني خطوة تاريخية على في خلال المؤتمر نشروا بحث اللي هو أمريكي إيطالي بس على عدد مرضى قليل، كان حوالي 12 مريض كليا، وأثبتوا أنه خلال 29 يوم من إجراء عملية زراعة خلايا البنكرياس بصير إفراز إنسولين. طبعا مش بكميات كما أنه ما عندوش سكري، ولكن عامل مبشر جدا. إذا تطرقنا لموضوع الأدوية، في عدة أدوية هي بالأبحاث أنه نصير نعطيها لمرضى سكري حتى من النوع الأول. ولو سألتني قبل سنتين أنه هل ممكن نشفى من مرض السكري النوع الأول كنت أقول لك لا. اليوم أما اليوم في عندي الجرأة أن أقول لك أنه خلال السنوات القادمة إن شاء الله رب العالمين راح يكون في هناك شفاء، مش علاج، شفاء. أنا بحكي شو بفرق الشفاء عن العلاج؟ الشفاء العلاج انه ممكن اعطيك العلاج والاعراض تبعت مرض السكري تخف، ولكن هو موجود. الشفاء انه انتهى، فيش عندك بشرى للبشريه ان شاء الله رب العالمين. دكتور عبد الهادي الزعبي، قبل ما اختم هذه المقابله معك، اذا بتحب توجه رساله لجمهور المشاهدين والمشاهدات، وخاصة إنه هذا المرض تقريبا يعني موجود في كثير بيوت من ابناء مجتمعنا. أول شيء أنه كمان في بشرة كبيرة هي دخول التقنيات الجديدة زي الحساس أو زي مضخات الإنسولين، كلها اليوم دخلت على عالم العلاج السكري، ومش شرط بس بالنوع الأول وكمان بالنوع الثاني، وهي الأشياء عم تنتشر. وأنا اقترحت على إدارة اللواء الشمال أنه يدخلوها كمان للمجموعة هاي اللي بنسميها ما قبل السكري، حتى تعطينا مؤشرات مبكرة قبل ما يحدث السكري. والتوجهات اليوم هي مش لازم نستنى ل 14-11 كل سنة مشان نقول عنا اليوم يوم السكري العالمي، لازم يكون كل يوم عنا وعي ودراية عن مرض السكري، لأنه زي ما أنت تفضلت فيش بيت ما فيش فيه مريض سكري. واللي أسوأ من هيك مضاعفات مرض السكري، إما مريض بخس الكلى
أو مريض بشوفش أو مريض اللي كان في عنده بتر أطراف أو مريض اللي صار عنده جلطة قلبية حادة أو جلطة دماغية حادة، فلا يخلى من أي بيت إذا ما كانش بالبيت الجار الصديق المعارف. فهذا التوجه إنه إحنا مرض السكري منتشر ورح يزيد، ولكن ممكن معالجته وممكن إنه نعيش معه بسلام. معدل الإنسان بإسرائيل يعيش ما يقارب 84 سنة. سؤال الإنسان بصير عنده سكري بجيل 30-40 سنة، السؤال كيف بدي أعيش أنا، أي نمط حياة بدي أعيشه أنا مع 50 سنة الجاية. بدي أشكرك الدكتور عبد الهادي الزعبي ضيفنا، الأخصائي طب العائلة استشاري السكري والسمنة ومركز السكري في لواء الشمال، ممثل المجتمع العربي في الجمعية الإسرائيلية للسكري ومدير وحدة السكري من النوى الأول في العفولة. شكرا دكتور، شكرا على حضورك وحرصك دائما على تقديم شكرا لك وإمكانية زيادة الوعي للمجتمع كلياته. شكرا دكتور.